أخبار اليوم. لم يكن الجزء الثاني من الحوار الجريء للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة في منتدى الأخبار للحوار عادية، لأنه شهد طرح أسئلة عديدة ومتنوعة ومناقشة قضايا تهم قطاع الشباب العريض وبحث ملفات شائكة ومثيرة ومناطق جروح كانت تحتاج لمن يقترب منها ويفتحها لتضميرها وعلاجها. أنا بعمل مسابقة اسمها مسابقة الإبداع. مسابقة الإبداع دي بين طلبة الجامعات المصرية في جميع المجالات الفنية، موسيقى وأدب وشعر وقصة قصيرة ورواية ورسم ونحت والسي موبايل وكل حاجة. والمسابقة دي احنا بنرصد لها 10 مليون جنيه. بياخد الجائزة الأولى فيها الشاب ممكن يوصل ل 50,000 ل 100,000 رائع الواحد بياخد. والحقيقة بنجيب فيها أكبر ناس محكمين من تبع وزارة الثقافة وبتاعتي. هي كل مشكلة، وعلى فكرة احنا برضو عشان بننافس بقى الشباب شايف أرب أيدل ومش عارف أرب جاد تالنت والحاجات اللي مش جوا دي، فعملنا المسرح بتاعنا في وزارة الشباب عاملين الديكور عالي جدا، بحيث إن بنجيب المذيعين والمصورين والفنانين كله من التلفزيون بيصوروا الحلقات وكل حاجه. اتوقفت وقت الاخوان المسلمين عملتها سنه. مجلس الوزراء يحدد مصير بنك الثماني سنوات في قانون الرياضه الجديد. قادرون على تنظيم امم افريقيا عام 2015 والكلمه الاخيره لوزاره الصحه. حضرتك بالنسبه للكاس الامم الافريقيه، ايوه في ليفربول، اهم هل احنا عندنا نيه واحتياج يكون رد؟ القرار الاول والاخير الاول قبل ما نبتدي نتكلم في اي حاجه وزاره الصحه. ننتظر 100,000 مشجع امام السنغال وفرصتنا كبيره في التاهل. الاسماعيلي مثل الاهلي والزمالك وساندته في ازمه النقاط السته. رئيس اللجنه الاولمبيه قال لي لا تصدق كلام الاريان. حل ازمه كرم جبر غدا والمصارع الاولمبي قادر على احراز ميداليه جديده. انا ارى ان التوجيه لن ينفع، يعني مهما حاول انك توجه بشكل مباشر عايز مش هتنجح، لان الشباب المقصود بانك توجهه لن يقبل هذا التوجيه. وفعلا احنا هو مش تخوف، هو رعب من ان احنا يبقى عندنا برلمان زي برلمان 2010 بس بطريقه ثانيه، ولا برلمان 2005 حتى بطريقه ثانيه. شارك في هذا المنتدى محمد الهواري، خالد جبر، إبراهيم المنيسي، أبو الوفا الخطيب، وأمير لاشين، أحمد عباس، محمود كامل، مخلص عبد الحي، أحمد زكريا، أحمد عبيدو، شريف حنفي، هويدا أحمد، محمد وهدان، وصحر شيبة. عد ورقة الحوار أمام درغام، أعده للنشر ياسر عبد العزيز ومحمود المخيري.